للبلاك ستارس الغاني. ترجع الكرة مرة أخرى كتالونية، كرة البلاو جرانا، الصمت الذي يسبق العاصفة، الكل يتأمل ينتظر في مرتقب الدقائق في كرة قادمة عن طريق البلاو جرانا. البارسا في التيكي تاكا، كرة ليو ميسي، ميسي صعدت، جولاسو جولاسو جولاسو، إيكي جولاسو دو دريم تيم، ليو 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 ميسي والميلان لهما. مش ممكن على كرة الهدف، مش ممكن على الدخلة الأسطورية، مش ممكن في دخلة قوية تشتعل مدرجات نيو كامب. الميلان صفر برشلونة جول، كيكو لاسو يا أرجنتيني، شوف يلعب، شوف يمسها، يلمسها يضربها يركنها. أبيات يتفرج على كرة سحرية، على كرة لاتينية قادمة من الروزاريو، عنوانها ميسي، شعارها إبداع، غايتها تهديف وروحها إمتاع. جول 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 جول، بارسا ونو ميلان سيرو، 1-0 من أول كرة وحلها. قلتولك من الأول البارسا يلزم ما يقبلش، الميلان يسجل. بين هذا وذاك نتعرف الليلة على هوية المتأهل. ترجع كرة مرة أخرى، الوقت مع تناسي، تعال جول أطلو ميسي، اللي ضيع يقبل، اللي ضيع يقبل، اذبحهم اذبحهم السفاح، اذبحهم المجرم، اذبحهم الفينومي نال الفانتاستيكو ليو، جولاثو ديل بارسلونا، الهدف الثاني للبارسا. 2-0 في الشوط الأول، ما يرحمش ما يرحمش ما يسمحش. ليو ميسي، ليو ميسي يرجع يضرب، يرجع القناص، يرجع ولد الروزاريو، يرجع الرجل الثوري بثورية تشي جيفارا، ويسجل ثاني الأهداف. الأرجنتين جابت 5-6 أساطير، 6 رجال في الأسطورة، أولهم مارادونا، ثانيهم فانجيو الفورمولا 1، ثالثهم جيفارا، رابعهم بيرون، خامسهم سباتيني الجميلة، وسادسهم الأروع والأجمل بلغة الأقدام، رجل يحكم بكل الأحكام، رجل هو السلطان، هو الفنان. هدف أهدافه لا ترد، تسديداته ما تتشدش ما تتصدش. وينك يا أبياتي؟ يبعد على متساس، يعطيه 10 سنتي، يخلق منها هدف، يخلق منها كورة، يخلق منها جول. تتمادى تتهادى، تزين شباك ميلان وتعادل سكور لبرشلونة. ميسي غير العادة، ميسي غير الميسي. انيستا انيستا، ميسي والدفاع، زاباتا زاباتا يخرج كورة لكن الدفاع يتصدى. ترجع الكرة كتالونية، تشافي، والهدف الثالث. نعم، الهدف الثالث، الثالث 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 من المرابية. يرجع العجوبة، يرجع المعجزة، ليتكلم، لينطق بلغة الهداف، بحاسة الهداف، بشم الهداف. يسجل على يمين أبياتي في نفس توقيت هدف انيستا الثالث تقرير العام الماضي. تشتعل مدرجات الكامب نو، تشتعل مدرجات الكامب نو. الترسير ديال بارسا وصيحة تيفية تعطيك فكرة على التحدي الكتالوني، تعطيك فكرة على المباراة وأهميتها للبرشلونة. البرسا لم يمت، البرسا يمرض ولا يموت، البرسا يا عزيزي يعبر مثل الناس بالإنفلونزا، ولكن بالمناعة الطبيعية بدون أنتبيوتك. يرجع البرسا يضرب، يرجع البرسا يمتع، يرجع البرسا يسجل في لغة إقناع، في ليلة إبداع، في سهرة إمتاع، في ليلة من ليالي كبيرة وخالدة في كرة قدم الكتالان. أن تخسر بهدفين من الطليان، أن تهزم في، لكن شفناه يعرف فيها الفيش، يعاود كونتر آخر، والرابع 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 عن طريق جوردي ألبا بالأربعة. يا بيكي صدقت، يا بيكي راجل، يا بيكي كلامك صحيح، يا بيكي 4-0 في الكونتر اتاك اللي رناه، في البولت اللي شفناه، في الهدف اللي قلناه، اللي حكيناه، اللي رويناه في النظري بين ثنايا الضمير، ولكن يتجسم في الواقع بالذات الهدف الرابع لجوردي ألبا. البارسا بقوة قاسية على الميلان، ولكن مستحقة للكتالان.
الدراغاو التنين الكتالوني يعود. هنا كرة تقطع مش معقول، هذه كرة تتلعب من فوق وتبحث على راس، الكرة ترجع، ميسي يستنى، ألباش وأليكسيس سانشيز يوزع، الدفاع يغلط، مونتوليفو ما يلمسهاش، وجوردي المهاجم اليساري الهداف يسجل رابع الهداف، يسجل رابع الهداف، واحدة اثنين ثلاثة، أرجنتينية المنشا، تشيلية الباس، تهديفية لاروخا الماتادور، جولاثو ديل برشلونة، الكوارتو ديل برشلونة، الكاليفيكاسيوني ديل برشلونة، أربعة أربعة أربعة، والكرة ترجع خلاص، والآن تسدد.